بعد عدن، تصعيد مستمر للمجلس الانتقالي في شبوة. وزارة الدفاع اليمنية صدت هجوماً لمسلحي الانتقالي في عتق مركز المحافظة وأحكمت سيطرتها على المدينة وضواحيها. وبحسب الوزارة، فإن السلطات في شبوة استجابت لدعوة التحالف بقيادة السعودية لتجنب المواجهات، إلا أن مسلحي المجلس الانتقالي واصلوا التصعيد. وتشهد محافظة شبوة إحدى أهم المحافظات النفطية حشوداً متبادلة. أفادت مصادر محلية بأن المجلس الانتقالي دفع من لحج وعدن بثلاثة ألوية عسكرية إلى منطقة النقبة جنوب شبوة. هذه القوات تتكون من ألوية مدعمة بالأسلحة الثقيلة لتعزيز ما تسمى بقوات النخبة الشبوانية. من جهة أخرى، الحكومة تعيد انتشارها في المحافظة تحسباً لأي تقدم محتمل لمسلحي الانتقالي. وزحفت قواتها صوب مفرق مديرية الصعيد جنوب مدينة عتق عقب سيطرتها على عدد من النقاط العسكرية في المنطقة. ميس الحربي، العربية.